بيبدأ المسلسل مع قرب انتهاء أول قرن الحكم عائلة تارجيريان للممالك السبعة، وكان الملك جيهاريس تارجيريان هو الحاكم، لكن صحته بدأت تضعف، وكانت عائلة تارجيريان أقوى عيلة بسبب امتلاكها 10 تنانين بالغة قوية مفيش في قوتها مثيل في العالم كله، وكان حكم جيهاريس حكم بيعم السلام والازدهار على الممالك كلها، لكن بعد 60 سنة من حكمه موت أولاده خلى خلافته في خطر، لأنه بكده ملوش وريث، عشان كده بمجرد ما جه عام 101 لخلافته استدعى الملك المجلس الكبير عشان يختاروا وريث شرع الحكم، وحضر المجلس أكتر من 1000 لورد، وكان في 14 اقتراح للوريث، واستقروا على 2 في الاخر وهم رينيس تارجيريان بنت الملك الاكبر وابن عمها الامير فيسيريس تارجيريان ومعاه مراته ايما الحامل، وتم الاستقرار على اختيار الامير فيسيريس والموافقه عليه، والحاجه الوحيده اللي الملك كان خايف منها هي حصول حرب على العرش، لانه عارف تاكد ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تهدم عائله تارجيريان هي انفسهم. وبيعدي الوقت وبيمسك الملك فيسيريس الحكم، وبيعدي 9 سنين على حكمه، وده قبل 172 سنه من موت الملك المجنون وولاده بنته دينيرس تارجيريان واللي كانت بطله مسلسل جيم ثرونز، وبتبقى رينيرا بنت الملك في سيريس راكبه على ظهر التنين بتاعها ومستمتعه جدا، وبعدها بتوديه كهفه وبتطلع القصر، وبتبقى والدتها ايما حامل وعلى وشك الولاده، وبتتكلم مع بنتها وبتفهمها انها ما ينفعش تقرب من التنين لان حياتها هتبقى في القصر للجواز والولاده مش للحرب والقتال مع التنانين، وده بيبقى عكس اللي بتتمناه رينيرا لان نفسها تدخل حرب وتبقى فارسه قويه. وبعد ما بتسيب والدتها بتروح على مكان والدها اللي بيكون في اجتماع مع قادات المملكه ومنهم اللورد كورليس اللي بيتكلم عن شخص نفوذه بتقوى وممكن يسبب لهم تهديد لو ما حطوش حد ليه، ده غير انه ملقب بمغذي السلطعون بسبب اساليبه في تعذيب اعدائه. وبعدها بيتكلموا عن اخو الملك الامير ديمون واللي طالب فلوس زياده لتدريب وتجميع حراسه المدينه، وانه لازم ينضم لهم في المجلس عشان يعرف التطورات، وهل الفلوس اللي بتدفع له دي بتسبب تطور ولا لا، لان هو قائد الحرس. وبيغيروا الموضوع وبيتكلموا عن ميعاد ولاده مرات الملك، وبيبقى في سيريس متفائل جدا ان مراته هتخلف ولد المره دي، ويبقى هو الولد ده الوريث الشرعي للممالك من بعد. وبتروح رينيرا على العرش عشان تتخيل نفسها انها في يوم ممكن تكون هي الملكه عليه، فبتلاقي عمها ديمون قاعد عليه لانه بيتعود على مكانه المستقبلي، فبتقول له رينيرا ان ممكن تكون هي اللي هتقعد على العرش مش هو، وبيديها سلسله جايبها ليها مخصوص، وبيبقى الملك في اوضته ومعاه دكتور المملكه بسبب انه بيعاني من جرح في ظهره مش معروف سببه، وبيقول له الدكتور ان الكوي ممكن يعالجه لانه مش عارف سببه ايه. وبعدها بيروح في سيريس على ايما عشان يطمن عليها وبيطمنها انها تقوم كويسه بعد الولاده، وفي توقعات كتير على انها هتولد وريث للعرش، وبتساله عن اي اخبار بخصوص ديمون اخوه، فبيقول لها انه اختفى من ساعه ما عينه قائد لحراسه المدينه، بس اكيد هيظهر في البطوله اللي عاملها عشان ابنه اللي هيتولد واخوه هيشارك فيها. وبتبقى ايما خايفه لانها ولدت جنينين قبل كده ميتين وخسر واحد في المهد، وعارفه ان ده اخر حمل ليها لانه الخامس في 10 سنين. وفي نفس الوقت بيكون ديمون عمل غاره على المدينه وقبض على كل المجرمين والاشخاص اللي بيشك فيهم وبيعاقبهم بطريقه بعيده عن القانون، وبينفذ الاحكام اللي بتعجبه فورا، السارق بيقطع ايده والقاتل بيقطع راسه، وبيسبب رعب في المدينه كلها بسبب اللي بيعمله، وبتوصل الاخبار للملك والمجلس وبيعترضوا كلهم على طريقته، وبيبقى اول مره لديمون الانضمام المجلس، وبيتكلم اللورد اوتو مساعد الملك وايده اليمين على طريقه ديمون الوحشيه وانه لازم يقف عند حده، فبيقول لهم ديمون ان كل الامراء بيكونوا في المملكه بتاعت اخوه ومش هيسمح لاي حد انه يتعرض للسرقه او القتل او الاغتصاب، وكان لازم يعمل كده قبل البطوله لتامين المملكه وانه بيعمل كده لحمايتها، فبينبه على الملك انه لو كرر اللي عمله الموضوع مش هيعدي من غير عقاب، وبيسمح له بالانصراف عن المجلس. وبيجي تاني يوم وبتبدا البطوله والالعاب الملكيه، وبيفتتحها الملك وكل العيله بتكون موجوده، واللعبه بتكون عباره عن فارسين ضد بعض، واللي بيقدر انه يوقع خصمه من على الحصان عن طريق سلاح معين هو اللي كسبان. وبتبدا البطوله وبيكون في فارس اسمه كول بيشد انتباه رينيرا وبتفضل مركزه مع لعبه، وبتعرف انه لقيته منبوذ من الاغلبيه وبيحاول يثبت مكانته باي شكل، وبيجي الدور على ديمون في المشاركه وبيختار خصمه، وساعتها بيختار الابن البكر الاوتو مساعد الملك انه ينافسه، وبيقدر ديمون يكسبه عن طريق انه بيضرب الحصان بالعصايه وبيخليه يقع من عليه وبيتخبط جامد في الارض، وبيروح ناحيه رينيرا وهي قاعده وبتكون جنبها صديقتها المقربه جدا اليسنت بنت اوتو، وبتدي لديمون تو ورد كنوع من حسن الحظ والمباركه، وبيبان عليها انها معجبه بيه جدا. وبيجي خبر للملك بيخليه يسيب البطوله ويجري على اوضه ايما مراته، وبيسالهم عن اللي بيحصل، فبيقولوا له ان الجنين في وضعيه غلط ومش قادرين يولدوها، وبيروح في سيريس عشان يطمن على صحه مراته وبيطمنها ان كل حاجه هتتحل وهتقوم بالسلامه بعد الولاده، شكل الدكاتره اللي حواليها مش بيكون مبشر نهائي، فبياخد في سيريس كبير الدكاتره عشان يفهم منه الحاله، وبيصرحوا ان الجنين والام في خطر بسبب تغيير وضعيه الجنين في بطنها ومش قادرين يخرجوه، وان الحاله دي لازم فيها يضحوا بالاثنين او بحد فيهم، وبيكون الملك لازم يختار مراته او ابنه اللي بيتمنى يكون ولد اصلا، وساعتها بيقرر هيختار مين فيهم، وبيروح لزوجته وبيقول لها انه بيحبها جدا. وفي نفس الوقت بتكون البطوله اتقلبت ساحه قتال دموي ما بين فارسين، هما الاثنين وقعوا وواحد فيهم اتعصب بسبب خسارته فخد الفاس بتاعه عشان يقتل الثاني، وبيبقى كل الجمهور مبسوط باللي بيشوفه ما عدا كورلس ورينيس مراته، بيكونوا مستغربين ان احتفاليه ولاده ابن الملك فيها قتل ودمويه بالشكل ده، وبيتنافس الامير ديمون ضد الامير كول، وبيبقى ديمون عايز يكسب البطوله لكن بينتصر عليه كول وبيوقعه من على حصانه، وده اللي بيعصبه جدا.
جدا لان مفيش حد قدر يهزمه، فبيسحب سيفه وبيروح على كول عشان يقتله، وبيتقاتلوا هما الاثنين ضد بعض، لكن كول بيكسبه برضه وبيجبره على الاستسلام قدامه وهو واقع على الارض ومش قادر يتحرك. وبيروح كول ناحيه الاميره وبيطلع مباركتها، فبترمي له طوق ورد وبتهنيه على انتصاره. وبيكون الملك في اوضه ايما اخذ قراره بالتضحيه، وبيتجمع الدكاتره حوالين ايما، وواحد فيهم بيبقى في ايده مشرط، وبتبقى مرعوبه لانها فهمت اللي بيحصل وبتتحايل عليهم يوقفوا اللي بيعملوه، لكن الدكتور بيفتح بطنها وبتبدا تهدى بسبب قوه النزيف اللي بيجي لها، لحد ما بتموت ايما على سرير ولادتها، وبيطلع الجنين بصحه كويسه وبيكون ولد. وبيفرح الملك ان بقى ليه وريث شرعي للعرش، لكن بيبقى حزين بسبب خسارته لمراته ايما. وبيكون الدكتور شايل الطفل، وفجاه بتتغير ملامح الدكتور من فرحه لصدمه، وبينتشر الخبر في البطوله، وبتحصل حركه غريبه فجاه، وساعتها بتحس رينيرا ان في حاجه مش طبيعيه. وبيجي تاني يوم وبتكون جثه ايما محطوطه على حطب عشان يتولع فيها، وجنبها جثه ابنها اللي توفى بعد ولادته على طول. وبيكون في سيرياس خسر مراته وابنه كمان، ورينيرا متاكده ان ابوها هو اللي ضحى بامها عشان خاطر الوريث، وبيحاول ديمون انه يهون عليها، فبتقوله انها بتتمنى لو كان ابوها لقى السعاده اللي بيدور عليها في الدقائق القليله اللي اخوها عاش فيهم، وبتؤمر التنين بتاعها انه يولع في جثه والدتها واخوها، وبيتحولوا لرماد هما الاثنين. وفي نفس اليوم بيجتمع الملك مع المجلس بتاعه وبيناقشوا في موضوع ورثه والخلافه، فبيقول لهم كورليس ان الخلافه محدده قانونيا خلاص، وانها تروح لديمون تارجيريان لانه الوريث الشرعي للبلاد، وكلهم بيعترضوا عليه لانهم عارفين انه شخص سادي دموي، لو بقى الملك هيزعزع امان الممالك كلها ومحدش هيقدر يتنبأ بقراراته ابدا. وبيقول اوتو ان قرارهم لازم يدرس كويس جدا، وده لان ديمون معاه حراسه المدينه المكونه من 2000 جندي واكتر، وكلهم تحت امره وطوعه، فبيزعلوا الملك وبيقول ان هو اللي اداله السلطه دي وخلاه قائد الحراسه بعد ما خاف يمسك الماليه، وساعتها يفلس المملكه، وبعد فشله في منصب وزير العدل لانه كان مستبد، وهو اللي اقترح موضوع حراسه المدينه من الاول، ده غير ان ديمون طموحه ممكن يخليه يعمل اي حاجه. وبيبقى ديمون نفسه سمع كل الكلام اللي بيتقال، لحد ما بيقترح اوتو ان الوريث الشرعي يكون اول مولود للملك، ورينيرا تبقى وريثه العرش، وانهم لازم يكسروا العادات والتقاليد في سبيل حمايه المملكه من شخص زي ديمون، وكلهم بيتخانقوا عن مين اللي هيبقى الوريث. وبيقول لهم كورليس ان لو ست هتبقى ملكه يبقى الاحق بالعرش هي مراته ورينيس الابنه البكر للملك جهيرياس. وفجاه بيتعصب عليهم الملك كلهم وبيقول لهم ان مراته وابنه ماتوا ومش هيقدر يقعد في المجلس اكتر من كده، وبيفض وبيسيبهم وبيمشي. وبيجي تاني يوم وبيبقى اوتو عارف ان ديمون اشترى بيت من بيوت المتعه للجيش بتاعه والترفيه عنهم، وبالتالي ضمن ولائهم ليه اكتر، وانه سير في البيت ده طول الليل وكان بيتكلم عن الابن الميت للملك ولقبه بالوريث لليوم الواحد، وقال ان مهما يحاولوا يبعدوه عن العرش بيرجع له تاني بدون مجهود منه، وكان القدر عايزه يبقى ملك الممالك السبعه، وان سهرته كانت احتفال بموت الوريث. وكل الكلام ده بيوصل في سيريس، فبيستدعي الملك فورا وبيخليه يجي له عند العرش الحديدي، وبيبقى في سيريس قاعد على العرش وبيسال ديمون هل فعلا قال جمله الوريث ليوم واحد، فبيتهرب من الاجابه وبيقول ان كل واحد بيحزن بطريقته، وبيتعصب الملك عليه وبيقول له ان عيلته كلها اتدمرت، وبدل ما يقف جنبه ويواسيه او يواسي رينيرا راح يسهر في بيت المتعه ويسكر ويحتفل، وانه قرر يختار وريث شرعي للممالك خلاص، وهيتم ارسال ديمون فورا لبيته ومراته في مملكه بعيده لانه مش عايز يشوفه تاني قدامه. وبعد ما بيامر ديمون بالانصراف بيلاقي نفسه اتجرح في ايده وما حسش باي الم، وساعتها بيستدعي بنته عشان تقابله، وبيكون حاطط ايده على نار الشمع ومش حاسس بالم، وده اول اعراض مرض الجذام اللي بيمنع الشعور واللي بياكل في جسم الانسان ويشوهه تماما لحد الموت. واما بنته بتجيله بيقول لها انه قضى طول حياته بيدور على وريث مع ان الوريث كان دايما قدامه، وانه ما كانت عارفه انها ممكن تبقى ملكه عظيمه في يوم من الايام، لكن هو اللي ما كانش شايف كده لان العادات والتقاليد كانت عمياء، وان ديمون ما اتخلقش عشان يبقى ملك انما هي هتبقى ملكه، وبيفهمها ان التحكم في التنين اسهل من التحكم في العرش ولازم تبقى قويه، وبيقول لها ان تاريخهم بيحكي ان ايجون تارجيريان او الحاكم للممالك السبعه وملك العرش الحديدي شاف حلم في نهايه عالم الرجال، وانه هيبدا بفصل الشتاء مرعب جاي من الشمال، وكانت النهايه في الشتاء لانه هيدمر عالم الاحياء تماما، واما يجي الشتاء لازم كل عائلات الممالك السبعه تتصدى ليه بايد واحده، ولو حصل لازم هي اللي تبقى القائده لتوحيد العالم ضد الشتاء والظلام اللي هيظهر. وسمى ايجون الحلم اللي شافه باسم اغنيه الجليد والنار، والحلم ده سر بين الملك ووريثه ولازم تحتفظ بيه وتحكي له لوريثها هي كمان. وبعدها بيتم عمل احتفال كبير وبيتجمع فيه كل الامراء قدام العرش عشان يحلفوا بقسم الولاء ليها كملكه العرش الحديدي. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.